في فترة الحمل والرضاعة لابد من أخذ الحذر عن تناول أي أطعمة ومشروبات ممكن تضر بالصحة، وهذا تناولناه في فقرة التغذية. لكن اليوم في الطب التكميلي راح نتحدث عن الأعشاب اللي تعتقد معظم السيدات إنها ما تضر باعتبارها مواد طبيعية. هذا الشيء نفته كثير من الدراسات العلمية بأن بعض الأعشاب لها تأثير سلبي على صحة الحامل وحتى على صحة جنينها. المشكلة أن الإقبال المتزايد على استخدام الأعشاب أثناء الحمل نابع من الاعتقاد بكونها أقل كلفة من الأدوية وحتى أكثر كفاءة وأسرع كفاءة. لكن هذه الأعشاب بمختلف أصنافها وبمختلف منتجاتها هي بحاجة لأبحاث عديدة تثبت سلامتها. الأعشاب اللي لازم نبتعد عنها خلال فترة الحمل مشاهدينا هي بالمقام الأول القرفة، لأن قد يؤدي استهلاك الحامل المفرط للقرفة إلى الإصابة بتسمم الكبد. يفضل تجنب استهلاكه بكميات كبيرة أثناء الحمل، خاصة في الثلث الأول من الحمل حتى ما تسبب موت الجنين. أيضا مشاهدينا، من الأعشاب اللي تحذر الحامل من تناولها هي الكرفس والبقدونس، النعناع البري، البابونج. البابونج اللي يسوي انقباضات بالرحم تنتهي إلى الإجهاض. الكركديه أيضا، ورق التوت، الحلبة اللي تعزز هرمون الأستروجين وهذا راح يكون ضد المرأة الحامل، الكراوية، الجينسينج. الجينسينج وجد أنه من الممكن يسبب عيوب خلقية لدى الأجنة. أيضا الميرمية، الميرمية ممكن تؤدي إلى نزيف رحمي يسبب الإجهاض، وهذا شيء شائع في بلاد الشام اللي هي نبتة الميرمية. والزعتر الأخضر يصعب تناوله على المرأة الحامل إلا بكميات محدودة. كون استهلاك كميات كبيرة منه ممكن يرتبط بزيادة تدفق الدم في الجسم بشكل كبير، وهذا بيضر بالحامل. هذا يقتضي عزيزتي المرأة الحامل إنك ما تعدي كوب من الأعشاب حتى تكوني متأكدة تماماً من محتوياته ومدى أمان استخدامه. لكن ما أثبتت الدراسات مثلاً أي ضرر لشرب شاي الأعشاب بكميات قليلة أثناء فترة الحمل. استخدامه بكميات مفرطة ممكن يسبب مشاكل صحية للمرأة الحامل وللجنين. الآن نتحدث مشاهدينا عن الأعشاب الآمنة، منها شاي الزنجبيل، زهر الليمون، الشعير، اليانسون، جميعها صالحة للشرب ولكن بكميات مقننة. دولياً إدارة الأغذية والعقاقير FDA تحث دائماً النساء الحوامل على عدم اتخاذ أي منتجات عشبية دون التحدث مع الطبيب بالمقام الأول. لذلك على المرأة الحامل إنها تستشير ذوي الخبرة، أهل العلم وحتى المعالجين بالأعشاب، لكن عن دراسة جامعية، لأن بعض المنتجات العشبية ممكن مكوناتها تؤدي إلى أضرار سمية على صحة الحامل وحتى على صحة الجنين. هذه كانت مشاهدينا نصيحتنا في الطب التكميلي. نتمنى السلامة دائما لكم ولجميع الحوامل اللي قاعدين يشوفوا برنامج عوافي، وننتقل إلى النصيحة الدوائية حتى نتحدث عن تداخلات العقاقير مع الحمل.